السلام عليكم البنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة أم مهدي تعليم الرندا والطرز. بسم الله البنات، اليوم معادنا عندنا الملاقية ديال جدربات. درنا الملاقية ديال واحد، درنا ملاقية ديال من التوب للتوب الأولى. كاع دابا حنا درنا ديال واحد، ها هي ديال ضربة، وغنديرو دابا ديال جدربات. بسم الله، عندنا إبرة نمرة 5، صابرة مبرومة على 3 شعرات، والتوب كيف العادة يكون مثبت على مخدة. بسم الله نبداو نضربو هنا في التوب، كنجيبو الخيط تتبقى هاد الحلقة هكا هكا، كنديرو فيها الإبرة هكا، نضربو ضربة في التوب، نديرو جوج ضربات هكا، واحد ها جوج، كنشدو في التوب، وكنديرو الخيط بحال هكا كيبقى من هنا. كنجو تاني هنا نضربو ضربة هنا، ونخرجو الإبرة من وسط الخيط، نضربو تاني غرزة هنا. ديما الخيط كنشدو بيه هاد الصبع، وغنجيبو بحال هكا نخلوه هنا من الفوق، ملي كنجيو من هنا تما غاديين كيكون الخيط متوانى. كنضربو في التوب، نرجعو تاني نديرو غرزة هنا وغرزة ها، كيتكون عندنا جوج غرزات، كنضربو عاوتاني في التوب، نشدو في التوب بحال واحد جوج، كنضربو في التوب عاوتاني. البنات باش نشرح لكم مزيان مبتدئات، كيولو عندنا واحد جوج جوج تعوينات، كنضربو في هذه هكا، البنات اللي عاد كيتعلموا يديروا شويه الثوب يكون غليظ باش ما يبقاش يزلق ليهم، باش تشد ليهم الغرزه مزيان، باش تلقوا يدهم في الثوب يكون شويه غليظ، باش ما يبقاش يمشي ويجي ليكم، يكون خفيف يهرب ليكم من المخده اللي جبتين فيها الثوب.
ندير ديما جوج ضربات في الوسط، هذه هي الملاقيه ديال جوج. هذه البنات كديريها في الملاقيه ديال الجلابه من القدام، ولا كديري تهبطي بها القفطان كامل بحال هكا وزوقي. المهم هذه هي الملاقيه اللي كدار في الجناب، الجناب ديال الجلابه ولا القفطان هذه. وهذه كديريها كل كي يخدم بها القفطان كامل ديالو تلته. نتمنى البنات يكون واضح لكم الشرح بحال هكا، يبان لكم يبان لكم الصوره مزيانه. ضربوا ضربة الوسط، واحد جوج، نضربوا في الدوب. واحد جوج، ضربة في الدوب. ديما الخيط يكون لنا من هنا من الفوق. انا ما نكونش كنزرف في الفيديو باش يجيكم داكشي واضح، الخدمه تكون واضحه ليكم. فاش كيسالي لينا البنات الخيط كندفنوه هنا في الثوب هكا، ونديرو خر جديد، وكنبداو كنركبو الخيط الثاني الجديد فوق من هذاك اللي دفنا. ونبدأ نخدمه وكنشكر كاع البنات اللي كيديروا ليا الجيم وكيكتبوا ليا الكومونتيرات زوينين، كنشكرهم بزاف. وكنقول لهم ما تنساونيش من لي جيم ومن بارطاج باش تفعل لي القناه. وشكرا لكم البنات بزاف، كنشكركم بزاف 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 كاع البنات اللي كيحفزوني وكيخلوني نوض ندير فيديو وكنصور معاكم وكنحط لكم فيديوهات وتستافدوا ان شاء الله معايا. وشكرا لكم البنات.